السلام عليكم ورحمة الله. روى الدينوري في المجالسة وابن عساكر من طريق زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم دمشق في الجاهلية تاجرا، فأخذه بطريق من بطارقة الروم قسرا فاستعمله على عمل له، فلما خلا به عمر قتله، ثم خرج من دمشق هاربا. فماذا جرى لعمر بعد ذلك؟ تعالوا نستمع إليه. يروي لنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت مع أناس 30 من قريش في الجاهلية في تجارة إلى الشام، فلما خرجنا نسيت شيئا لي، فرجعت وقلت لأصحابي: تقدموا وأنا ألحقكم. قال: فذهبت لحاجتي، وبين أنا في سوق من أسواقها بدمشق إذا أنا ببطريق قد جاء ومعه بعض جنوده، فأخذ يجرني جرا، فذهبت لأنازعه، فقيل لي: لا تفعل، فليس لك منه النصف، أي لا أحد يستطيع أن ينصفك في هذه البلاد منه، فهو بطريق، والبطريق يعني قائد من قواد جيش الروم ذو رتبة رفيعة يشبه ما يسمى اليوم الجنرال. قال: فذهبت لأنازعه، فقيل لي: لا تفعل، فليس لك منه النصف، لا أحد يستطيع أن ينصفك في هذه البلاد لعلو رتبته ورفيع منصبه. قال: فأخذوني حتى أدخلت إلى كنيسة، فلما أدخلت الكنيسة إذا تراب كثير متراكم بعضه على بعض، فدفع إلي مجرفة وفأسا وزنبيلا وقال: أنقل هذا التراب واحفر لي هاهنا بئرا، ثم مضى ومن معه. قال عمر: فبقيت أتفكر في أمري، كيف أصنع؟ ما لهذا قدمت الشام؟ إنما قدمتها تاجرا لا عاملا لبطريق من بطارقة الروم. قال: فجلست مكاني ولم أحرك شيئا، فجاءني الهاجرة ومعه ثياب من حرير رقيق أرى سائر جسده منها، فقال لي مغضبا: لم أرك أخرجت شيئا، وضم كفه وأصابعه وضرب بها وسط رأسي. فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، أو قد بلغت ما ترى؟ قال: فقمت إلى المجرفة فأخذتها وضربت بها هامته، فانتثر دماغه وخر ميتا، فواريته تحت التراب، ثم خرجت على وجهي إلى الطريق وأنا لا أدري أين أسلك من بلاد الله، فمشيت بقية يومي وليلتي حتى أصبحت، ثم انتهيت إلى دير من دور النصارى. والدير خان النصارى، بناء معد لسكن الرهبان والراهبات النصارى. قال عمر: ثم بلغت دير فاستظللت بظله، فخرج إلي رجل من أهل الدير فقال لي: يا عبد الله، ما يجلسك ها هنا؟ قلت له: أضللت أصحابي. فنظر إلي متأملا ثم قال: والله ما أنت على طريق، وإنك لتنظر بعين خائف، ولكن قم فادخل فأصب من الطعام والشراب واسترح ونم وأقم ما بدا لك. قال: فأدخلني وجاءني بطعام وشراب وألطف لي، ثم صعد في البصر وخفضه، ثم قال لي: يا هذا، قد علم أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب مني، وإني أجد في صفتك أنك من يخرجنا من هذا الدير ويغلب على هذه البلاد. قال عمر: فقلت له: أيها الرجل، قد ذهبت في غير مذهب. فقال له الراهب: فما اسمك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: أنت والله صاحبنا من غير شك، فاكتب لي على دير هذا وأهله ومن فيه أمانا. قال عمر: أيها الرجل، قد صنعت معروفا فلا تكدره. قال الراهب: إنما هو كتاب في رق تكتبه، ليس عليك فيه مؤونة ولا تبعة، فإن تكن صاحبنا فهذا الذي نريد، وإن تكن الأخرى فليس يضرك في شيء. قال عمر: فقلت: هات. قال: فكتبت له أمانا ثم دفعته إليه، ودعا بنفقة وثوب ودفعها إلي، ثم دعا بأتان قد أوقفت، والأتان هي أنثى الحمار، وأوقفت أي وضع عليها إكافها، والإكاف للأتان كالسرج للخيل. قال: ثم قال لي: أتسمع؟ قلت: بلى. قال: اركب هذه الأتان
فإنها لا تمر على أهل دير إلا عرفوها فعلفوها وسقوها حتى تبلغ، فإذا بلغت فخل عنها واضرب وجهها مدبرة، فإنها تعلف وتسقى حتى تصل إلينا. قال عمر: فركبتها وسرت عليها، فلم أمر بقوم إلا علفوها وسقوها حتى أدركت أصحابي متجهين إلى الحجاز، فنزلت عنها وضربت وجهها مدبرة وسرت مع أصحابي حتى قدمت على أهلي. ويدور الزمان دورته، ويكرم الله الإنسانية بمبعث خاتم رسله وأنبيائه أرسله رحمة للعالمين، ويكون عمر أحد أخص أتباعه، بل أحد وزيريه رضي الله عنه. ثم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ويتبعه أبو بكر، ثم تؤول الخلافة إلى عمر، فيجند الأجناد ويمصر الأمصار ويبعث بالجيوش إلى الآفاق رضي الله تعالى عنه أرضاه. ويقدم عمر دمشق الشام أيام خلافته، فيأتيه ذاك الراهب صاحب دير العدس بالأمان الذي كتبه له، فلما فضه عمر وقرأ ما فيه تذكر ما كان منه وعجب غاية العجب، فقال له الراهب: أوفي لي بشرطي يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ليس لعمر ولا لآل عمر من هذا الأمر شيء، ولكن أستشير في أمرك المسلمين. فقالوا له: نرى أن تفي له بشرطه يا أمير المؤمنين، فإنهم يضيفون الضيف ويرشدون الطريق ويهدون الضال. قال: إن فعلوا ذلك شكرنا صنيعهم. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، نفعل ذلك. فوفى لهم عمر رضي الله عنه بشرطه، ثم أقبل على الناس فأنشأ يحدثهم حديثه حتى أتى على آخره. سبحان الله، من كان العرب ومن يكونون لولا الإسلام؟ كل مجد أو علم أو سلطان أو حضارة أو تاريخ أو افتخار للعرب إنما صنعه لهم الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. جربنا القومية والعلمانية والليبرالية والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية، فما زادتنا إلا خبالا. لا يصلح العرب إلا الإسلام، ولا يصلحون إلا به. وإلا فمن كان يظن أن راعي إبل الخطاب بعد نحو من 40 سنة يمسي وليس بينه وبين الله أحد، ويصبح وليس لأحد على وجه الأرض عليه سلطان، وتزول على يديه أكبر إمبراطوريتين في الدنيا في نحو أقل من 10 سنين. يا الله، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا رب، فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه.